السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بالجميع ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، وفي هذه الحلقة المليئة بالأحداث الحصرية. دائما وكالعادة نبدأ بالعناوين. كورونا تنهي حياة الممثل المغربي البشير سكيرج. شروق الشلواطي تقصف الراقصة مايا والأخيرة ترد. مريم حسين متهمة من جديد بالبحث عن إثارة البوز بعد تعمد إخفاء حسابها على الإنستغرام. منى الصابر لدنيا بطمة، يوم ليك ويوم عليك. أحلام تبهر متابعيها برشاقتها، وكذا علقت لوجين عمران. توفي مساء أمس الخميس الممثل المغربي البشير سكيرج بعد معاناة مع مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال الممثل محمد الشوبي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك إن الممثل البشير سكيرج توفي بمدينة أورلاندو الأمريكية. ويعتبر الممثل البشير سكيرج من الممثلين المغاربة الذين نوعوا أعمالهم بين المسرح والسينما والتلفزيون منذ بداياته، ومن أشهر أعماله غراميات الحاج مختار الصولدي وفيلم للا حبي وفيلم البحث عن زوج امرأتي. شروق الشلواطي تقصف الراقصة مايا والأخيرة ترد. انتقدت ملكة جمال العرب السابقة شروق الشلواطي الراقصة مايا، وذلك خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج الإلكترونية. وصفت شروق طريقة كلام مايا بالمبتذلة أكثر من اللازم، مبرزة أنه بالنسبة إليها على المرأة أنها تكون راقية في تعاملها وكلامها وتبتعد عن الكلام النابي، مشددة على أن هناك طرقا خاصة لإزداء النصح دون الوقوع في فخ الابتذالة. وصرحت الشلواطي بصريح العبارة على كون مايا ليست أهلا لنصح السيدات والشابات من خلال اللايفات التي تقدم، قائلة حيث هي كتنصح بزاف على الزواج والرجال، كنفضل تنصحني وحدة اللي ناجحة في حياتها الزوجية على وحدة مطلقة اللي عايفة رجال، ماشي حيت هي كانوا عندها تجارب خايبة باللي كاع رجال خايبين، ما نقدرش أنا نخيب صورة الرجال في عين العيالات كاملين وبهذيك الطريقة. وفي لايف أمس سأل متابعو الراقصة مايا عن رأيها في كلام شروق الشلواطي، فأجابت أن من حقها أن تقول ما يحلو لها، وتابعت مستهزئة بارك عليكم غير نظرات اللي غادي ندير لكم، بدون تعليق أش غادي نقول ليها، عندك الحق أختي، يلا أنا جاوبت هذاك الشي كله اللي قلتي عندك فيه الحق 1000%، بقي على خاطرك. ويشار أن انتقاد شروق الشلواطي للراقصة مايا قد جرى تداوله على نطاق واسع عبر عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير عبر الإنستغرام، وسط تأييد عدد كبير من المعلقين لرأيها ومهاجمتهم لأسلوب مايا في الكلام الذي وصفه الكثيرون بالخادش للحياء. مريم حسين متهمة من جديد بالبحث عن إثارة البوز بعد تعمد إخفاء حسابها على الإنستغرام. تعرضت مؤخرا الفنانة المغربية المقيمة بالإمارات مريم حسين لسلسلة هجومات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جرى اتهامها بافتعال عدد من الأكاذيب من أجل البحث عن البوز، وذلك من خلال محاولة ركوبها على موجة ملف حمزة مومبيبي، وأيضا تعمد إخفاء حسابها على الإنستغرام. فبعد ادعائها أنها كانت هي ووالدتها من بين ضحايا حساب حمزة مومبيبي ورفعها لدعوى قضائية ضد صاحب الحساب، وكذا إبداء سعادتها بطريقة غير مباشرة بالحكم القضائي الصادر في حق الفنانة دنيا بطمة، وهو الأمر الذي عرضها للانتقاد، وتم اتهامها بالشماتة ببطمة لتعاود الخروج بستوري جديد تطالب فيه من الملك محمد السادس العفو عن دنيا بطمة لكونها أمنا قد وضعت حملها حديثا، وهو الأمر الذي عرضها للهجوم والاتهام بالتناقض في آرائها ومواقفها. مباشرة بعد ذلك اختفى حساب مريم حسين على الإنستغرام، وهو الأمر الذي جرى تداوله على نطاق واسع عبر عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير، وجرى معه ترويج لقرصنة حسابها عقب إبداء رأيها في دنيا بطمة وفي حساب حمزة مومبيبي، ليتضح لاحقا لمتابعيها بعد معاودة ظهور حسابها من جديد أن مريم حسين قد تعمدت إخفاء
حسابها من أجل إثارة الجدل وتسليط الأضواء عليها، خاصة في ظل غياب مشاركتها بالأعمال الدرامية الخليجية. منى الصابر لدنيا بطمة، يوم ليك ويوم عليك. تعقد اليوم الجلسة الخاصة بقضية منى الصابر وابنتها حالة ترك وحماتها السابقة مها الترك على خلفية سرقة منى الصابر لمال ابنتها. وسبق لمنى الصابر أن أعلنت عن ارتياحها لمجريات القضية بعد تأجيلها في وقت سابق حتى تاريخ اليوم. وردا على سؤال حول أخبار جلسة اليوم جاء الرد: لا يوجد خبر حتى الآن، اطمئنوا إن شاء الله خير. من ناحية أخرى، قامت إحدى الصفحات الداعمة لمنى الصابر بنشر صورة لها مع أغنية يوم ليك ويوم عليك، وذلك بعد صدور قرار بسجن دنيا بطمة زوجة طليقها محمد الترك وتغريمها بمبلغ 10,000 درهم. كما نشرت الصفحة نفسها فيديو مباشر عن إحدى المحطات يذيع خبر سجن دنيا بطمة في قضية حمزة مومبيبي مع تعليق: اللهم لا شماتة. أحلام تبهر متابعيها برشاقتها، وهكذا علقت لوجين عمران. طرحت الفنانة أحلام الشمسي البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم فدوى عيونك استعدادا لطرحها خلال أيام. ولفتت أحلام الأنظار إليها برشاقتها وإطلالتها التي تزينت فيها بفستان باللون الأصفر ومجوهرات أنيقة، وتميز الفستان بتفصيلة جذابة وناعمة، ووضعت حزام على الخصر باللون الأصفر ليبرز عن رشاقتها. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أحلام في المكياج على الألوان الترابية للعيون لتبرز جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون البيج الذي يكشف جمالها، كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وملفتة تتناسب مع ظهورها. وعلقت أحلام على الصورة التي نشرتها عبر الإنستغرام قائلة: فدوى عيونك، وحصريا 1 فبراير 2021. في المقابل هنأت الفنانة أمال ماهر بإرسال وسم القلب، وترد الفنانة الإماراتية: بحبك وكل القلوب الصفراء لك. كذلك دعمتها الفنانة رانيا يوسف، فيما علق مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد على صورتها بوسم القلب. وترد أحلام على تعاونهما: أبدعت، وأصلا التصوير كان خرافي، واللوك روعة، بحبك كثير. وعلق كثير من المتابعين على رشاقة أحلام اللافتة للأنظار في الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: دي أحلام ما شاء الله ولا عرفتك. وتابع آخرون: شو هيدا الجمال والرشاقة، بسم الله عليك صغيرتي. وتوجهت إليها الإعلامية السعودية لوجين عمران بالتهنئة، وكتبت: ما أحد قال لي شفت بعيوني وسمعت بأذني، اللوكات والكليبات ما شاء الله نار، والأغاني بتكسر الدنيا. كما تمنى لها الكثيرون النجاح الدائم، معربين عن حماسهم للاستماع إلى أغنياتها الجديدة. يذكر أن الألبوم الجديد يضم 20 أغنية، وتتعاون فيه أحلام مع الملحن محمود خيامي في عدد من الأغاني المصرية، كما تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم الشاعر تركي آل الشيخ والأمير بدر بن عبد المحسن والملحن والملحن عزوف والشاعر دايم السيف والأمير خالد الفيصل والملحن طلال والموزع خالد عز والملحن أحمد الهرمي. ونشرت النجمة الإماراتية أحلام صور قديمة عبر خاصية أسطوري على حسابها على الإنستغرام، تجمع بينها وبين زوجها مبارك الهاجري، حيث تسببت الصورة في جدل كبير بسبب مقارنة الجمهور بين مظهر أحلام في فترة التسعينات وشكلها الآن بسبب تغير ملامحها الكبيرة. أحلام علقت على الصورة بكلمة واحدة وهي: أحبك، في رسالة إلى زوجها، في حين ركزت ردود الأفعال على شكل أحلام والتغير الكبير في ملامحها، مما يعكس عمليات التجميل التي خضعت لها طوال تلك الفترة، بجانب تغير حسية في الموضة واختيار الإطلالات التي تدار بها، حيث أصبحت أكثر أناقة. إلا أن أحلام نشرت أيضا عدد من أغلفة شرائط الكاسيت القديمة لتذكير الجمهور بأبرز الأغاني التي قدمتها منذ عام 95 حتى 99 وانطلاق شهرتها بشكل كبير في الخليج. وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع أغاني أحلام القديمة وعبروا عن حبهم الشديد لها. إلى هنا نأتي لنهاية هذا الموجز، شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.